الإعلان المباشر. مرحبا. إلى سريع استناو غير شويه ديال المتابعين ديالنا يطلعوا غادي نبداو المباشر ديالنا. مرحبا بكم على شرطه القناه الشمس وعلى الاتابيه تاعكم. تحيه اعلاميه لشوف تي في وتحيه للمجهودات التي تقوم بها من اجل تنوير الراي العام ووضع المواطن المغربي في صلب الاحداث والمساهمة في تنمية الثقافة الإعلامية لدى المواطن المغربي وكذلك متابعته لأهم القضايا التي يعيشها وطننا الحبيب. طبعا للإعلام دوره المميز ودوره المدعم لتكوين الرأي العام، تكوين يجعله يعي ويعرف ويساهم في العديد من القضايا، باعتبار أن الإعلام له دور أساسي في المساهمة في العديد من القضايا، في تنمية الفكر، في تنمية القيم، في تنمية الذوق. طبعا الإعلام له أثره الكبير على المتلقي بصفة عامة. طبعا أنا هنا أقصد الإعلام الجاد كما هو الشأن بشوف تي في التي نقدرها ونحييها. إذن أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في قناة الشعب، في البث المباشر هنا مباشرة من مدينة تطوان، والذي نستضيف من خلاله الدكتور عبد الإله الصغير، مشكور على تلبية الدعوة. بطبيعة الحال فهو غادي يتكلمنا على موضوع متابعينا الكرام، لواحد الفئة اللي قدمت خدمات كبيره للمجتمع في شتى المجالات، متابعي قناه شوف تي في قناه الشعب. ولكن للاسف الشديد الحوار الاخير اللي دارته الحكومه مع النقابات الممثله للعمال لم يشمل هذه الفئه ديال المتقاعدين متابعينا الكرام. لا زيادات، والحق ديالهم متابعي قناه شوف تي في قناه الشعب لا زال طي النسيان، علما بان هذه الفئه متابعينا الكرام حتى هي نفس المعاناه التي يعانيها ذاك العامل او الموظف اللي على الاقل فهو كيتقاضى الاجر ديالو كامل، علما بان هذه الفئه متابعينا الكرام تابعه المصاريف ديال الزمن، خصوصا من ناحيه ديال الصحه، الامراض المزمنه، وزيد 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 يعني. وحتى ذاك الاجر ديال اللي كتقاضاه قبل ما تحيل على التعب للتقاعد متابعينا الكرام ما كانش كيكفاها، فما بالك انها يشملها يعني النظام ديال التقاعد، يعني يبقى لها اقل او تقريبا نصف ديال الاجر متابعينا الكرام مع الغلاء ديال الاسعار، ما تشملهاش هاد الزيادات اللي شملت مجموعه ديال الوظائف في القطاع العام متابعينا الكرام. باقي التفاصيل غادي نكتشفوها من خلال هذا المباشر، فابقوا معنا. تفضل استاذ الصغير. في حاجه وضعنا على الصوره السياق اولا ديال عفوا باش نزيد نقدم للإشارة متابعينا الكرام، فالدكتور عبد الإله الصغير هو الكاتب العام لهيئة المتقاعدين المدنيين في المغرب. نتمنى إن شاء الله أن هذا الملف أكيد بأنه يتطلب يعني ترافع قوي باش أنهم يحققوا المبتغى ديالهم، نتمنى إن شاء الله أنهم ينجحوا في هذا الترافع ديالهم إن شاء الله مستقبلا. تفضل. فعلا الأستاذ عبد الإله الصغير الكاتب العام لهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، وهذه الهيئة هي هيئة مدنية تجمع ما بين متقاعدي القطاع العام والقطاع الخاص، وتجمع كافة القطاعات، بحيث أننا حينما أحدثنا هذه الهيئة كان الهدف أن تكون قوة ترافعية تضم القطاع العام والقطاع الخاص، بدل أن تقتصر على قطاع معين، الشيء الذي يجعل إذا كانت بهذا الشكل الصغير يكون صوتها ضعيف. وبالتالي فحينما قلنا هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، فإننا نسعى أن نكون صوتا ترافعيا مدافعا على كل القطاعات، وبالتالي أن يكون صوتا موحدا له وزنه وله قيمته. طبعا في هيئة المتقاعدين المدنيين قبل أن يبدأ النقاش حول تحسين الوضعية الاجتماعية لكافة الموظفين والعمال، كان لابد لنا أن نكون حاضرين في هذا الجانب هذا، وبالتالي قمنا برفع مذكرة مطلبية للسيد رئيس الحكومة،
وكذلك رفعناها إلى كل من رئيسي البرلمان ومجلس المستشارين وإلى المركزيات النقابية وإلى وسائل الإعلام من أجل أن يستحضروا وأن يبرمجوا نقطة أو وضعية المتقاعدين في أجندة الحوار الاجتماعي. ومع الأسف أننا قبل الإعلان عن فحوى وعن نتائج هذا الحوار كان العديد من النقابات ومن الزعماء النقابيين أو السياسيين يخرجون بتصريحات كلها كانت أمل تمنح الأمل لفئة ولشريحة المتعاقدين والمتعاقدات وذوي الحقوق على أنه سيكون هناك ضوء في ظل الحلكة التي يعرفها المعاش، لأن المعاش يبقى مجمدا منذ أن يحال الإنسان على التقاعد إلى الآن، وكان هذا الأمل. ولكن مع الأسف فوجئنا أنه حينما تم الإعلان عن تصريح الحكومي بخصوص الزيادات تبين بأن كل مكونات لجنة الحوار الاجتماعي أقصت بشكل خطير وخطير جدا الوضعية الاجتماعية، لم تدرجها ضمن الملفات التي ينبغي أن تناقش، وكأن فئة المتقاعدين فئة منسية، فئة لم يعد لها قيمتها، لم يعد لها حضورها، علما أن هذه الفئة المتقاعدين بكل أشكالها بكل قطاع العام والقطاع الخاص كان وسيبقى لها دورها في العديد من المنجزات، في بناء القيم، في تقديم خدمات اجتماعية، خدمات إدارية، خدم بكل الأشكال، أنها ضحت بالغلي والنفيس مساهمة منها مع باقي الشرائح المجتمع في تطوير المجتمع المغربي. والآن مع كل الأسف وما نتأسف له هو أن الجميع يتنكر لها، علما أن الخطاب الملكي السامي الأخير يحث الحكومة على ضرورة تبني البعد الاجتماعي واعتماد الدولة الاجتماعية. ولكن مع الأسف أنه في الحوار تبين بأن هناك انتقاء، هناك إقصاء، هناك تهميش، وكأن التهميش يظهر كأنه ممنهج. والشيء الذي استغربنا له في هيئة المتقاعدين ومعنا الرأي العام ومعنا كافة الفاعلين من الجمعيات الفاعلة في المجال ديال التقاعد أنه تم الإقصاء، مع الأسف أنه وضع رماد على الأعين بأنه سيكون هناك تخفيض ضريبي من 38 إلى 37، في حين أن هذا التخفيض لا يشمل العديد شرائح عريضة من المتقاعدين. هذا نستنكره، نحن مستاءون، حقرون كما يقول رئيس الهيئة، هناك نحس باحتقار، نحس بتهميش، نحس بإقصاء. فنحن هنا ومن خلال قناتكم التي نعتز بها ونحييها على ما تبذله من مجهودات في هذا المجال، هذا نريد أن نبعث برسائل قوية وبصوت مرتفع إننا كمتقاعدين ومتقاعدات وذوي الحقوق نطالب الجهات المعنية بأن تستحضر شريحة المتقاعدين ضمن أجندتها الاجتماعية، وإلا لن تكون هناك تفعيل للتوجيهات الملكية. التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة حفظه الله تحث الحكومة وتحث كل القطاعات الوزارية أن تستحضر البعد الاجتماعي لكافة المواطنين وليس هناك انتقاء. إذن لا بد وهنا أسطر ألف سطر تحت هذا لا بد، من إدراج الوضعية الاجتماعية والمطالب الخاصة بفئة المتقاعدين. لا يعقل، مثلا نعطي مثال، حتى بالنسبة للحوار الذي شمل أسرة التعليم سنلاحظ أنه تم إقصاء مطالب أسرة التعليم الذين أحيلوا على التقاعد، سواء شيوخ الإدارة التربوية أو أساتذة الابتدائي أو الإعدادي الذين تم إقصاؤهم من الترقية إلى خارج السلم، وهذا طبعا حيف وما بعده حيف. ونحن هنا كهيئة المتقاعدين نعبر عن دعمنا وعن مساندتنا لهذه الفئة، بل ولكل الفئات ديال المجتمع، من أجل أن تظفر بين حقها وبنصيبها. طبعا هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن نقوم بها، ونحتفظ لأنفسنا كهيئة المتقاعدين لاعتماد كل الوسائل ديال الاحتجاج المشروعة، ونريد أن يكون الحوار هو
أداة، هو مقاربة للتغلب على المصاعب. هنا أوجه رسالة وأذكر كل الجهات المعنية أن الحوار ينبغي أن يكون هادئا وأن يكون شموليا وأن يكون موضوعيا يستحضر جميع الفئات المجتمع، وإلا سنسقط في الخروقات. فإقصاء المتقاعدين هو ضرب لمبدأ حقوق الإنسان، هو ضرب لحقوق هؤلاء الشريحة من المجتمع. كيف يعقل أننا ونحن في سنة 2024 ونتنكر لهذه الفئة، نتنكر لمن أسدى خدمات جليلة لهذا الوطن؟ مع الأسف حينما نستحضر كما يقال بالمثال يتضح المقال، لا يعقل أن الأرملة أو المتقاعد كاين الأرملة اللي مازال عندها 168 درهم أو 600 درهم أو 1000 درهم، كيف يعقل أن واحد المتقاعد توفي وكان التقاعد ديالو 1500 درهم تصبح لأرملته 750 درهم؟ فيتم الزيادة للمتقاعد في ديك الحالة اللي تمت مؤخرا، ولكن دون أن تشمل الأرملة ودون أن تشمل ذوي الحقوق. أنا أعتقد أنه ضروري إخراج المعاشات من الثلاجة التي وضع فيها منذ أن أحيل المتقاعد والمتقاعدة على التقاعد، هذا ضروري. وبالتالي أنه نغتنم هذه الفرصة لنتوجه بملتمس للسدة العالية بالله التدخل من أجل إنصاف هذه الفئة، ونتمنى أن تقوم الحكومة وكل مكونة لجنة الحوار بتفعيل الخطاب الملكي السامي الذي يحث الحكومة ويحث الفاعلين من أجل استحضار الوضعية الاجتماعية للمتقاعدين. أغتنم هذه الفرصة لأشكر شوب تيفي على هذه البادرة الطيبة التي نعتبرها مساهمة ودعما لصوت المتقاعدين وترافعا من أجل إحقاق الحق ومن أجل إنصاف هذه الشريحة، وشكرا للجميع. الصحية ديالها تمنح هي الصحية ديالها، يعني تعاني من أمراض مزمنة خاصة تغذية اللي هي سليمة واللي يعني كيف كنقولوا حنايا التغذية كتسوى الفلوس ماشي تغذية عادية، بالإضافة إلى المصاريف ديال الدواء والتطبيب وزيد وزيد وزيد، وكل هادشي هدايا يعني كيعرف الأسعار ديالو اللي هي غالية وغالية، ومع ذلك يعني في الحوار الاجتماعي تواحد مرعى هاد الفئة. فعلا، وفي الحقيقة حينما نريد أن نتحدث عن المعاناة وعن الوضعية المزرية للمتقاعد سيتطلب منا الأمر بشكل مدة ووقت طويل. ونحن في هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب رفعنا مذكرة إلى السيد رئيس الحكومة نذكر فيها هذه المشاكل والمعاناة، منها ما هو صحي، منها ما هو نفسي، منها ما هو اجتماعي، ومنها ما هو مادي. فلا يعقل أن المتقاعد لا يجد ما يقوم بسد مصاريف المعيشة. ناهيك عن حينما يكبر الإنسان تبدأ الأمراض بمداعبته، وبالتالي يسقط في فخ الأمراض بأشكالها. ونحن نعلم الغلاء الفاحش للتطبيب، لمواد، للأدوية، للحياة، للنقل، كل هذه الأشياء يجد الإنسان، يجد المتقاعد والمتقاعدة وذوي الحقوق نفسه عاجزا يرفع الراية البيضاء ويستسلم ويسلم أمره لله سبحانه عز وجل. لا يعقل، لا يعقل. إذا من هنا في المذكرة طلبنا في العديد من الأشياء، منها أن يكون التطبيب مجانيا، خاصة أن البعض من له التأمين الصحي ومن له كذا، ولكن مع الأسف أنه حينما تلج المصحة أو تلج المستشفى تطالب أو يطلب منك أن تؤدي الفاتورة بثمن باهظ، وهناك العديد من الأدوية التي لا تشملها التغطية الصحية. فإذا من هنا نطالب بضرورة إعادة النظر في اللائحة ديال الأمراض التي ينبغي تغطيتها، لأن الأمراض تتطور وهي كالموضة، ولا يعقل أن نعتمد اللائحة القديمة التي تعود إلى منذ أن حفر البحر. كذلك لا يعقل أنه المتقاعد يتم إقصاؤه وتهميشه. فمثلا المتقاعد في العالم، في الدول المتقدمة، في الدول التي تحترم نفسها وتكرم
متقاعديها ان هناك مجانيه النقل، وحتى وان كان بعض الدول ليست هناك مجانيه ولكن يكون هناك نسبه اكثر من 80% كتخفيض. لا يعقل انه مثلا ضروره توفير الوسائل ديال الترفيه، هناك اشياء كثيره تضمنتها مذكرتنا المرفوعه الى السيد رئيس الحكومه، ونتمنى ان يتفاعل معها ايجابا. وهنا نغتنم الفرصه، لا بد، ومن بين الأشياء التي ركزنا عليها، لا بد من أن يكون صوت المتقاعد حاضرا ضمن لجنة الحوار، لأنه ما حك جلدك مثل ظفرك، وكيقولوا ما يبكي لك غير عينك، ما يبكي لك غير شفرك. إذا لا يعقل أن يكون هناك لجنة الحوار تتحدث عن المتقاعد وهي تقصيه وتنساه وتسقطه من أجندتها. إذا نحن نطالب بأن يكون صوت المتقاعد حاضرا في المجالس الإدارية للتعاضديات، في لجنة الحوار، في كل القطاعات، في الجمعيات الاجتماعية، لأنه ما يمكنش شي واحد آخر الذي لا يعاني أن يتحدث وأن يدافع عن شيء لا يشعر به. إذا هنا صوت المتقاعد هو كذلك نطالب حتى أن يكون ضمن مجلس المستشارين ليرفع وليكون صوتا عاليا يدافع عن هذه الوضعية المزرية. وكلنا أمل أن تكون أن يكون التفاعل مع الذين يتفاعلون مع هذا الحوار، وخاصة الأطراف المكونة للحوار الاجتماعي والحكومة بصفة عامة. من قاد الحوار هو متقاعد، ومع ذلك نسي المتقاعد. مع الأسف أن جل القادة النقابيون هم متقاعدون. وكنقولوا واحد المثل المغربي، القريب من مكة بعيد منها. كيف يعقل أنت متقاعد وكنجي نشد لك في يدك باش توقع بالدرع، وأنت تدافع عن أشخاص وتنسى نفسك؟ بمعنى أن هناك يطرح أكثر من تساؤل. لا نريد أن ندخل في صراعات أو في تأويلات، فالكل يعلمها. فنطالب، ما نحث عليه هو ضرورة إشراك المتقاعد في كل حوار يتعلق بالبعد الاجتماعي للمواطنين المغاربة وفي حواراتها مع الحكومة. ونأمل أن المرحلة المقبلة أن تتدارك الحكومة ما غفلته وما أقصته، وأن تصحح الهفوة الخطيرة التي لها وقعها السيء على نفسية المتقاعدين وعلى ظروفهم الاجتماعية. شكرا، شكرا مرة أخرى. إذا متابعي قناة شفت بقناة الشعب، كان معنا الدكتور عبد الإله الصغير، متابعين الأستاذ والدكتور أو الأستاذ الأستاذ عبد الإله الصغير، متابعينا الكرام، متابعي قناة شفت بقناة الشعب. بطبيعة الحال فهو الكاتب العام لهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، يعني في صرخة قوية أنه تم الإقصاء ديالهم من الحوار الاجتماعي، وما شملتهمش الزيادات وبغاو حقهم، وتابعنا يعني التوصيات ديالو والتوصيات ديالو اللي حاول يترفع عليها من خلال هذا المباشر. نتمنوا ان شاء الله ان المسؤولين على الحوار الاجتماعي تكون اذنهم الساغيه باش ان الزياده تشمل هذه الفئه اللي كيف ما قلنا قدمت خدمات اللي هي كبيره وكبيره، وجا الوقت باش نردوا لها ولو القليل متابعينا الكرام من خلال الزياده حتى هما في الاجور ديالهم ان شاء الله.